طيب يا جماعة الخير، هذا المقطع بخصوص ألو يا عمي، باقي ما خلصت رحلة فرنة، بس ما علينا، فرنة بنارها موجود الآن ودوبها جاءت. على العموم هذا مقطع رحلة نافيا إذا ما خاب ظني، فبنبدأ بتفريم موارد الأسلحة، ما أقدر أخلصها اليوم، بس يعني هذا أول شيء أفرمه النافيا حرفيا. يلا بسم الله، خلينا نبدأ. جيو في النهاية جيو، ما عليكم. بسم الله. بخصوص أني دوبي أدري أنه عندي بس 2 كوندنس، ما أدري ليه بدأت تسجل، كان يمكن تركتها لبعدين، بس يلا واحدة حبة زيادة وخلاص. بسم الله. طيب بقص هنا وتشوفوني لما أفرم مرة ثانية موارد الأسلحة. طيب يا جماعة الخير، بنكمل تفريم موارد سلاح خويتنا نافيا. بسم الله. هو نبقى كده بنفسجي حبتين ثلاثة، واحدة ذهبية هو. بسم الله. اوكي والله جاني حبتين بنفسجي، طبعا المرة جاي نبقى ذهبي. بسم الله، والله جاني ذهبي ما شاء الله. اوكي يا ساتر. كيف ما شاء الله تبارك الله. طيب اللي بعده، يلا بسم الله، هذه آخر مرة، الله يجينا. أوكي خلاص، طب أحس إني زودتها. طيب ما أتوقع تكفي، بس خلينا والله ما أدري أحولها ولا لا، بنشوف. طيب أنا أحتاج 5 أخضر و14 أزرق وبنفسجي و6 ذهبي، والله الواضح مرة ما حيكفي، مرة ما حيكفي. أوكي هذه 5 خضر، والبدو ما جاب لنا ولا حبة. وي منى كم حبة؟ أول ما شاء الله جابت لنا 7، شكرا يا منى والله ما تقصري. يلا يا رزلي جيب لنا حبة من النفسجية. اوكي ما حد بيعطي. طيب هذه تكفي لو واحد دانا واحدة ذهبية، ما ادري اثق في مين، البدو ولا ايتو، او ايتو مين، البدو ولا الهيثم ولا رزلي، ما بقى ايكا دوب جربناها. ما اخي البدو دائما ما يخذلني يا اخي، الذهبية خصوصا، الهيثم رزلي رزلي. طب انا اقول لكم البدو قدها، ما عليكم. بسم الله يا رب. الله يقرفك. يا الله يا ليل يا ليل، 5 بقي لي حبة، بقي لي حبة ذهبية، والله قتلوها يا عم بدأ ماتت. طب خلاص نجربها. نجرب بعدين نكمل لما ترجع الماتيريال. يا ليل قتلوها، كان سمعت كلامكم يا صرف، يلا مو مشكلة. طيب حضرتي افتكرت انه هنا في رزن، فشكلي بكمل سلاح نافيا عشان باخلص منه للامانه، اودي استناه مره ثانيه. فيلا مشينا، بستخدم 20-20 رزن عشان الباقي نحول موارد بس، او الباقي نلعب في اسبوع البس الويكلي. يا رب. بسم الله. 3 ما راح تكفي ولا تسوي شيء. اللي بعده بسم الله، برضو 3. يا الله شكله كان يبغالي اسوي لي كوندنسد، خلينا نشيك. طيب يا الله يا غبائي، يا الله يا الله يا الله يا غبائي، ما عندي من الخضرة يا اخي. يا ليل يا الله، حولت غلط يا الله. طيب خلينا نسوي 20 رزق يا اخي، ايش بي انا يا اخي، والله اني دايخ ومصدع. تخيل ايش ذهبي. اوكي امزح، برضو 3 يا عمنا. طيب اقلها دي صارت 5، خلينا نحول. الله يستر لا اجيب العيد، والله ماني فايق. طيب الخضرة عندنا 5، هذه نحتاج 14. اوكي ايش قاعد اسوي. طيب اتوقع انه ضمننا، اتوقع يعني، خلينا نكون على السيف سايد ونسوي زي كده. تمام هذه 3 تكفينا، نحول حبة واحدة كده. اوكي خلاص، اوكي اخيرا خلصنا من الموارد، ما عاد بشوفها مرة ثانية، أقسم بالله جبت العيد وفرمت بزيادة، بس يلا مو مشكلة حصل خير، أهم شيء خلصنا من موارد الأسلحة. مع السلامة. لا تنسوا تشيكوا على ماي جنشن ستور إذا مهتمين بمنتجات وخدمات لجنشن إمباكت، وإذا بدكم تشتروا حسابات برخص التراب الرابط في الديسكريبشن، ولا تنسوا تستخدموا كود خصمي كود هاني عشان تجيكم خصومات. طيب يا جماعة الخير، حرفيا دوبو علق البث علينا، بس يلا مو مشكلة، حاليا بانر سينو وبانر آيتو موجودين، وأنا حضرتي ما جهزت لنافيا كتير، فأتوقع أنه الكتب ممكن أخلص منها اليوم، بس عموما بفرم لها أنا ونشوف كيف الأوضاع. حاليا معايا 178 أخضر،
معايا 187 ومعايا هنا 39. والله احس ممكن تكفي تصدقوا. خلينا نحولها قبل ما نفرم. خلينا نحولها وبشوف كم احتاج. ايش صار من جهازك؟ ما ادري. كذا بسجل مقطع فجاه طفى. هل النورمال مهم ولا لا؟ هذا هو سؤالي. احد يعرف فين يوسان؟ يوسان نورمال مهم؟ كل شيء مهم؟ الكت حقها يتطور يعني كل شيء صح؟ الكراون فين في السكيل صح؟ ما تفرق، انا بعطي كراون واحد على العموم. طيب عموما انا لو بعطي كراون واحد بحتاج 9 من هذه، وبحتاج من الازرق 63، وبحتاج من هذه 82. خلينا نشوف ممكن تكفي وخلاص نخلص ونريح راسنا. يلا يولا بسم الله. كي عطتنا 6. الله ما شاء الله معانا كثير بس ما ادري اذا تكفي. معانا 250 تقريبا. خلينا نشوف عشان نسوي هادي نحتاج 43، ولو سوينا 43 والله اتوقع تكفي بالراحه. فرمت زياده شكلي انا. اوكي تكفي بالراحه يا عمنا. اوكي 82 وهذه معايا 100 باقي. نسوي لنا كذا كم حبه احتياط خلاص. طيب كويس اني ما فرمت والله، طلعت مفرم بزياده انا. طيب خلاص كذا خلصنا كتب اخويتنا نافية. نشوفكم في الفقرة اللي بعدها ان شاء الله. طيب على طاري الموارد حقت نبتات هيوكو على نبتات نافية، خلينا نشيك كم جبنا وكم جمعنا. توقع اني جمعت ايوه 55. والله حلوة والله، انا جمعتها وانا بس امشي في العالم حرفيا، فصراحة كويسة. خلينا نشوف نكملها اليوم ان شاء الله. طيب خلينا نفرم للموارد حقتها. خلينا نحط ليني عشان يورينا الموارد. اتوقع انها سهلة للامانة، انا قد جمعنا كمية محترمة في وقت بسيط، فان شاء الله نجمعها بشكل حلو ان شاء الله على السريع. وهذا اللي عجبني، اثنين جنب بعض كذا، وبعدين قدامي في اثنين جنب بعض، في واحدة هنا وهناك شايفه اثنين. يعني حقتها ما شاء الله مرة حلوة مرة حلوة. أنا ترى المفروض إني أتبع راوت معين، يعني فاتح صورة قدامي وريني فين أروح، بس والله سحبت عليه قاعد أمشي ورا ليني. مو مقصر والله، ليني قاعد يوريني الأماكن. أنا أحب كذا يعني خلاص الأشياء تكون قدامي، ما أحب أنزل راسي وأرفع وأنزل راسي وأرفع وأقعد أطالع في صورة أحس صدع يا عمنا. كم جمعنا؟ خلينا نشيك. جمعنا 112. أجل باقي لي عالم واحد زيادة. كم جمعنا؟ خلينا نشيك. 165. باقي لي 3. يا الله صدق 3 حبات يمديني اجيبها من التجربه حقتها، بس يلا دام انه جينا هنا خلاص خلينا نجيب اخر 3 حبات ونخلص. 1 2 3 خلاص كذا يكون خلصنا. معانا 168. خلاص كويس خلصنا الورود حقتها الحمد لله. السلاح خلصته، توقع اول شيء فرمنا له، دحين فرمنا الورود بس ما توقع مدينا فرم شيء ثاني للاسف يعني. بس اما عاد اما بصها موجود يعني والله ولا ادري، يعني البص حقها موجود يعني، هذا هو البص اللي افرمه. دقيقه من جدكم شوف، اي والله هذا موجود. اوكي نايس والله. اوكي خلينا نفرم، ما كنت ادري والله. ومعايا فول ريزن. دقيقه كمان معايا 5 كوندنسايات. طيب ايش اللي اختاره، هذه ولا هذه؟ ما اعرف انا، ما اعرف يتوحد النور اللي تحت هو النور. طيب يلا تصدقوا ذا البص اتوقع ما بريته غير مره واحده في العالم، يعني برا العالم ولا مره ضربت الضوء. الحمد لله. يصلح بالكم معليش. يا الله والله جد قوية. يا الله. طيب عموما فين كنا؟ خلينا نضارب مع البوس. عمي مسكين البوس. بجرب رزلي معاه.
بس والله مبسوط إنه مواردها موجودة. يلا هذه ثلاثة حلوة يا ولد. أجل كل يوم بدينا أفرم شيء دحين، لأنه حرفيا أنا ما في بالي شيء أفرمه يا ليل. هو عليهم ريزيستنس للايس. أوكي يا الله، أنا أقول إيش بورز لي كذا قاعد دمج. طيب مو مشكلة، قتلناهم. يب ما كنت داري. جاتنا ثلاثة حلو. اللي بعده طيب ما شاء الله ثلاثة. الله نستمر على كذا. بسوي هذه ونحارب مرتين وبعدين نقفل على اليوم. قتلته وخلصنا يا عمي. كريهين انفجعت، جيته بالغلط. حس البوس بيموت قبل ما مية اوكي. 200,000 يا الله، ما جبنا استاكات كاملة. راس صدع يا اخي كلي يا اخي. طيب طيب ثلاثة ما شاء الله ممتاز. طيب وقلنا اخر مرة بسم الله كحبتين. يلا كويس، من يوم واحد جبنا 14 حلوة ما شاء الله. طيب يا جماعة الخير، والله صراحة ما نفاق سجل مقطع يوتيوب، بس عموما فرمت شوية من موارد نافية وباقي لي 5 حبات فبنخلص اليوم. يلا خلينا نبدأ. بسم الله يا رب. ثلاثة اوكي، ثلاثة الحمد لله. يصير باقي لنا مرة واحدة وخلاص، ممتاز. طيب بسم الله اوكي، جاتنا ثلاثة على اخر واحدة، مو مشكلة. خلاص كذا خلصنا من موارد شخصية نافية. طيب خلاص جبنا نافية. خلينا نلفلها سوا. هذه اتوقع مقطع رحلتها. جبنا خلص من مقطع السحبات. عموما نلفل السلاح اول شيء. اتمنى اني اكون لفلت كل شيء، انا ناسي والله. اوه صح، نظام جديد تلفيل وحركات. دقيقة خلينا نشوف. اوكي علق علي. دقيقة اوكي علق. الو علق، ما اقدر لفل. اوكي يلا ما عليكم، نظام جديد وكذا، فاعطوهم شوية شوية يعني. ايش ماكس ليفل؟ خلاص ما اقدر. اوه اخي دقيقة، نظام جديد عمام. يا الله، مفروض ده يكون اسرع من اللي فات، وهو واضح والله صراحة اسرع شكله. او دايم والله سريع كويس. اوكي ايوه كذا من اول، خلوا الشيء سلس كذا على طول. اوكي يا الله اوكي، هذا اول شيء. طيب مو مشكلة، هنلفل الشخصية ان شاء الله، الشخصية ما نواجه فيها مشاكل. ايش هذا؟ اوكي حتى هنا غيره. طيب اوكي على السريع. الله يستر، انا خايف من الاشياء الثانية. احنا كويس مجمعين لها كل شيء اذا ما خاب ظني يعني. بس والله التلفيل صار مرة حلو، كويس الاسنشن حقها يعني فكرة دمج صراحة، هذا بيساعدها في البناء ممتاز. اوه الاسنشن مرة صار سريع يا امنا. مدري بينكم من اول يهو. الله يستر، حي ما حيكفي صح؟ اي والله يا اوف يا دقيقة. فرق السماء والارض الصراحة عن اول. الله دي عندي منها مرة قليل يا ليل يا ليل. هذه عندي منها ما شاء الله كثير، كمية محترمة. المصيبة الثانية سلاحها. طيب اقلها خلينا نرفع ليفلها نوصله. اوكي خلينا نرفع ليفلها ونوصله ل 90. اوكي كويس، حتى صار يستخدم الكتب الخضراء دحين عشان هذا. اوكي ستاندرد. اوكي كالعادة لازم يدي تكون ما هي مشحونة. اوكي خيال. لا يا عمي مو بس دي، كمان دا كمان. اوكي اقلها دا عندي شويتين منه، بس دا مرة ما عندي. طيب ارتفكتاتها شيء ثاني. خلينا نرفع التالنتات. أباها تكون متناسبة، بس أبل سكيل حقها يوصل 8. الله ما أدري أخليها 7 ولا أخليها 8. ما أتوقع يمدي أخليها 8، ولكن صراحة ما أدري إيش أهم، النورمال ولا الألت. كلهم أتوقع النورمال أهم من الألت، لأنه ألتها دمجوا يعني لك على شويتين. فين نطور النورمال. خلاص التالنتات حقها في هذا المقطع بيكون 8 8 7. اوكي كويس، انا اشوفها ومحترمه للامانه. طيب باقي السلاح. يلا السلاح يا ليل. يلا مشينا نفرم.
اوف ايش ذا؟ والله حسنوها ها؟ والله كل مرة انسى التغييرات يا اخي. يلا خير فرع. اوكي اتوقع تفريمهم ان شاء الله بيكون سهل ان شاء الله. بس كده خلصنا من التفريم، قتلت 4-5 اماكن بس كده. ايش هذا؟ بنشوف اذا سويت شيء. هذه نافية، هذا سلاحها ليفل 80 دم، باقي ليفل 90 واحتاج من دي 17 زيادة. الله يعين. عموما ما توقع بتكفي دحين القطعة، بس خلينا نحاول نشوف. يبغالنا عالم واحد زيادة غالبا. إذا دوري عطتنا حبتين. لا يا ليل. تكفي. أوكي تكفي. طيب هذه نافية الحمد لله، سوينا لها سند وعلق مرة ثانية. معلش تعرفوا جديدين وكذا حركات ف... أوكي علق. أوكي نظام جديد. أوكي دقيقة. يا الله إيش بالسيستم مرة معلق عندهم. أوكي ألو ألو، ما يبود ألفر السلاح لفل 90. أيوة شكرا الحمد لله، سلاح لفل 90، البنت الريت حقها 27 و88. أوكي خلاص الحمد لله. باقي أسوأ فقرة في الحياة وأصعب فقرة في الدنيا واللي هي الأرتفكتات. الله يعين الله يعين الله يعين. يلا مشينا، جهزت انا حول ال 25 فراجع الرزن، غير كذا الرزن حقي 160، غير كذا يا طورين العمر سلامة. ما عليكم من الكلج اللي كلشتها. الكوندنسد حقي 5. اوكي يلا اتوقع يعني جهز لها مرة، واليد تتحرك بنفسها ما عليكم منها تسوقها اليد. يلا بسم الله خلينا نفرم. وكان الدومين حلو، نفسي ألعب بيها والله، بس في نفس الوقت ما بلعب بيها يا أخي قبل ما أفرم لها ارتفكتات. ما أبغى يا أخي، وأشوفها قوتها الحقيقية. يمديني أعطيها 2 أتاك 2 أتاك، ما عندي أي ست جيو للأسف. تبون نجربها؟ بس ما عندي جيو والله، مرة ما عندي جيو. بعطيها 2 أتاك 2 أتاك لأن ربك يفرجها. طبعا أحس مستحيل أوصل ستات زي كده بالست الجديد، بس يعني هذا ست يعني حق تجربة. خلينا نشوف كيف قوتها. هذه أول مرة ألعب بيها، ولا مرة جربتها في تست رن ولا شيء. فخلينا نسوي تيم جديد خاص فيها، نحطها هي ونحط بنت أكيد. جنجلي ولا ألبدو؟ مين تبغى؟ خلاص بنجرب ألبدو، علينا نغير. عموما فين آخر شخصية بدي أجربها مع فرينا يا أخي، بس فرينا حقتي شويتين حيتان صراحة. حركات لا مشونا من وراء، لا والله حركات صراحة حركات. طيب يلا بسم الله. أنا الصراحة اللي أبسطني هو إنه عندها سكلين. أنا هذه مرة ما توقعتهم يكون كذا، كنت حسب السي 1 حقها هي سكلين. جبنا ستاكات كاملة. أو ديم ترى ما أعرف ألعب بيها، صبركم لسه دوبي بدأت. أوكي جبت العيد. والله حتى سكلها يعني مو السكيل اللي أوه ما يطلع ومدري إيش، سكلها موجود والله كويس. كل داون 9 ثواني تقريبا، حلو. ما راح يخليني أخذ أرتفكتات لأنه أرتفكتاتي فل. لا والله خلاني كويس. أوكي ولا شيء من اللي أبغاه. هلال يلا مو مشكلة، أنا قاعد أفرم لشارلوت مرة واحدة وجاني ساعة أتاك كويس. خلينا نكمل، أنا ماني ملاحظ في أي مشاكل أصلا. ما يبقى الواحد ما يبي يسبم لأنه يبقى الطلقات تتجمع حقتها. أوكي عالي يا شارلوت. أوف أوف أوف. يا الله. طيب ست الجديد. أوف تطوير الأرتفكتات صار أسرع كم. أوف 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 حركات. بسم الله. أوكي يلا بسم الله. أوه يا أخي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
لا يا أخي لا 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 اذكر ربكم اذكر ربكم. يلا نطورها ولا ايش؟ والله ما ادري، والله خايف يا اخي، والله خايف يا اخي يا اخي، صارت لي كثير والله. وبعدين تروح للشيء اللي فوق اللي ما بقول اسمه، قلت لكم والله اني قلت لكم، والله اني قلت لكم. ان شاء الله حظي يكتمل. يلا ريت نبى دمج وريت ان شاء الله يا رب. يا اخي الارتفاكتات تتطور بسرعه يا اخي، اقسم بالله الواحد ما يستوعب الاشي اللي قاعد تتطور. الله يستر. هو كرت دمج كمان مين كرت دمج حلو. اخر واحده لو تروح دمج تكون مره اسطوريه، او ريت راضي بيها كلها اتاك برسنتج. اوكي اوكي مو مشكله، ما راحت كرتات نفس ما كنا نبغى، بس راحت اتاكات. لا بس لا بس كويسه. هذه اول قطعه. اولا ايش هذا الرقم؟ راسي نافية. راس صدع راس صدع راس صدع راس صدع. ايش في يا عمي؟ يا ساتر شو اوف يا عمي، ما شاء الله تبارك الله 392 الف دايم يا عمنا. والله اوبي يا جماعة، والله اوبي ما شاء الله تبارك الله دايم. مليون. آه يلا بسم الله. اوكي هذا هي السيت، هذا السيت اللي نبغاه، بس مو القطع اللي نبغاها ديفنس. اوكي اللي بعده. ولو في بف في الدومين، ايش الرقم اللي شفناه؟ بسم الله. اوكي كلها قطع ما نبغاها، يلا مو مشكله. بسم الله كراي. اوكي دي اوكي ديفنس فيها كرتات. طيب ديفنسات اللي بعده. والله مره ممتازه الصراحه، مره ممتازه. اوف يا الله ما مستوعب انه ما يحتاج اجري للنهايه. بسم الله. اوكي يا هو نبى الو ولا ان شاء الله تكون هذه كرت دامج او ريت، ما ادري ايش افضل صراحه. هذه اتاك كويس لشارلوت. بسم الله هيلينج بونس، لو الهيلينج كانت هنا. طيب اوكي بسم الله. اوكي طيب اللي بعده. بسم الله. اوكي ريشه، اول ريشه جينا. بسم الله. اوكي هي كرت دامج، ما شاء الله تبارك الله يا جماعه ما شاء الله. ان شاء الله ما يتعذب نفس نوفلت وفورين ورزلي. خلينا نطورها. يلا يا رب. يلا بسم الله الله يستر. والله التطوير صار يخوف الصراحه، وعلق علي ما ادري ليه علق علي التطوير. لعلها خيره وتروح كرتات. علق علي ماني قادر اطور، ما يبوني اطور. طيب خلينا نسوي 5 كودنسات. توقع المشكله بس موجوده في حقين السوني، بس خلينا نشيك. يلا بسم الله. اوكي ما يبوني ما يبوني ما يبوني اطور، ما يبوني ما اقدر اطور. قاعد اضغط زر المثلث ما ينضغط، المشكلة توقع عند حقين السوني. طيب خلاص لعلها خيرة، خلينا نروح نكمل تفريم. بسم الله. يلا يا رب كرت دمج فيها ريت، وريت فيها دمج ديفنس. طيب ترى تدفع كسب دي بي اس، انا ملاحظ قاعد العب بسكيل حقها بس طبعا هنا عشان يعني وحوش قليلة كل شيء يبان في لبس، والمشكلة لبس مرة سيء للاسف. عموما للاسف قطعة سيئة. اللي بعده. دايم يا اخي الدمج. الحمد لله الحمد لله، مرة مبسوط انه السكيل حقها ما يحتاج السي 1 نفس باقي الشخصيات. السي 1 حقها حلو اكيد، بس يعني ما يحتاج نفس مثلا نوفليت وخوينا ثاني رزلي، مرة بيرفع السي 1 حقهم. بس عموما خلينا نطور الارتفاكتات، نروح للريشة يقول ان شاء الله تزبط. اوكي بسم الله ديفنس، الله يستر يا رب كرتات. تكفى تكفى يا رب يا لازم نعاني لازم، ما في فايده. اللي قاعد تطورها ما اعرف، ابغاها الحين تروح كرت دمج عشان اكمل. راحت ريت، لازم اكمل، ما اقدر اوقف ما اقدر اوقف، لازم اكمل. يا رب تروح ديفنس عشان ارميها يا رب. قلبي ما يطاوعني حوت، وقلبي ما يطاوعني تخيلوا. يلا يا رب بسم الله. يس اتش بي الحماس، الحمد لله خلينا نرميها. الله نرميها على ريشه ثانيه فيها كرتات. خلينا نطورهم نشوف اذا ممكن يجوا منهم كذا. اوكي اتش بي هذه ايش؟ نرميها على ذي اجل الاول خلينا نشيك ايش هذا. طيب يلا بسم الله.
أوه الله أكبر، جت كرتريت بس صراحة تشبيات والله حرام يا أخي، حرام والله. أكي ما أقدر رميها دي، ما أقدر رميها، بس خايسة والله، مو ذاك الشيء، أفضل من ولا شيء بس تقهر. خلينا نطور هذه نشوف ممكن تروح كرتات. أكي إتش بي يوفي عمي يا ليل. طب دقيقة نرمي هذه، أوف يا عمي، طيب نرميها أقرب زبالة. في ساعة عندنا فيها كرت، أنا خايف صراحة منها بس نقول إن شاء الله تروح كرت دامج يا رب. بسم الله، راحت كرت دامج حبة ومرتين اتش بي والنعم. الله الحظ، يعني يبغالنا نفرم زيادة. طيب بخليها احتياط لسه، باقي يبغالنا نفرم لها كثير، يبغالنا نفرم لها كثير. هيلينج بونس ممتاز لشارلوت، ممتاز ممتاز. طيب بسم الله، اوكي هيلينج طيب اللي بعده بسم الله. يجي جيو كذا محترم ولا هايدرا؟ طيب بسم الله فيزيكال. هذه كرت دامج بس ما فيها ريت، تحتاج ريت، الريت حقنا نازل. يلا اتش بي، بسم الله يا رب. اتاك بي، طيب ديفنس، طيب بسم الله يا رب. جيو ديفنس كرت ريت، فيها ديفنسات ما فيها كرت دامج للاسف. بسم الله انيمو، اوكي بسم الله يا رب. اتاك فيها ريت، طيب بسم الله اوكي. في البداية كان اسطوري بس بعدين نزل الحظ. بسم الله اتاك ما فيها كرتات، طيب معطيها اتنين اتاك باقي ماني معطيها الست حقها. اوكي طيب خلينا نكمل تطوير الارتفكتات دام الارتفكتات عندنا فل. الله ما ادري، ما حكمل هذه، بشوف الخوذة اول شيء لانه عندنا خوذتين، عندنا كرتريت وعندنا كرت دامج. صراحة ما اعرف ايش اطور. عندنا قطعتين حاليا مؤقتة، هذه فيها 6 ريت وهذه فيها 7 ريت، كم مجموع الريت كذا؟ 13 وهي 27، يكون 40 الريت حقها، قليل ما زال قليل. طيب خلينا نطور كرت دامج لعله عسى يجي فيها ريت. ديفنس هل استاهل اطورها؟ نشوف الريت، يمكن كرت دامج اتش بي يا ليل، نشوف دي ممكن كرت دامج. بسم الله ما استري، طورها لـ8 بسم الله ريت، نكمل ان شاء الله تكمل. بس اتاكر اتش بي يا عمي اسوء، بسم الله اكرا بطورها فل، ممكن نخليها مؤقتة لانه ما بقالي فراجايل كثير للامانة. اتش بي والله خايسة، والله خايسة 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 مرة. بسم الله هذه جات فيها كرت دامج، شكلي برمي القطع اللي دوب طورتها على هذه على طول. بس خلينا نكمل تفريم. اوكي لو هذه اتاك كان طورتها على طول، بس ديفنس انرجي من 6 الغلط اللي بعده. بسم الله والله الحظ الان يعني لك عليه، جاتنا قطعة في البداية والقطعة الثانية كلها خربت. والله للأسف الفراجايل قاعدة تروح يا جماعة، والله قاعد تروح. بسم الله انرجي ديفنس ولا شيء اللي بعده. بسم الله يا رب كرت ريت ديفنسات يا اخي، والله الوضع يتعب اقسم بالله. بسم الله يلا يا رب اتش بي، اوكي والله الحظ مو مره. بسم الله يا رب جيو اتش بي يا اخي، اخ بس جيني كرتات في كوب اتش بي يا اخي. يلا نعمل وكيل. بسم الله هيلينج لازم نطور، جاتنا كرت ريت لعله عسى يجي فيها دمج. بسم الله انرجي، الله الحظ مره سيء. نطور دي اوف يا عمي، ايش وضعي مع الاتش بي هذا؟ خلينا نشوف هنا ممكن تروح كرت دامج ان شاء الله كثير يا رب. يلا بسم الله نعوضها. اخ انرجي يا عمي، اوكي ام نوت كومبلينينج، اخر واحده دامج يا رب. بسم الله الحمد لله، اوكي هذه قطعه كويسه الحمد لله.
اوكي ام نوت كومبلينينج، الالت حقها كويس انه يطلع مو مشكله. يا الله يا ليل، كويس كويس كويس. هذه قطعه ثالثه، هذه القطعه الثانيه للاسف الله تقهر، بس يلا مو مشكله. هذه القطعه الاولى. طيب كنا ناقصنا راس وناقصنا كوب، بعدنا أفسد كمان. يلا إن شاء الله نطلع بشيء كويس. بسم الله. بايرو كوب جيو تاك. أوف يا عمي. أوكي خلص الرزن. يلا باقي 5 كوندنسايات، ما عليكم إن شاء الله تكفي يا رب. ضايعين يا ليل. الله شكلها يا الله. بسم الله. أوكي إيش خلاص. يلا إن شاء الله إن شاء الله جيو فيزيكال. يا أخي كم مرة تعطوني فيزيكال؟ آخر كوندنساية. يلا بسم الله حنطلع على من الستة الثانية. هذه ممكن لها بوتنشل بس عندنا وردة. طيب هذه حصيلة 25 فراجة الرزن مع 5 كوندنسايات ومية 160 رزن وحبة ريفيل بالبرومو. خلينا نشيك بالله. الله عيب عليهم، بالراحة فوق 1000 رزن. في النهاية ما جتنا إلا 3 قطع، بس ندبرها، ندبر لها بلد إن شاء الله. طيب نرجع القطع لأصحابها أول شيء. طيب حاليا الريت حقها 27، الدمج 88. ما مش ما يكون بالريت حقها يوصل 60 أقل شيء. ما يهمني إيش ممكن نضحي بإيش، بس عموما عندنا هذا الوردة، عندنا هذه الريشة، وعندنا هذا التاج. طيب الريت حقي 40، فمستحيل ألاقي كوب في قطعة 20 ريت. فبناخذ كوب الدمج اللي هو هذا 26 دمج، وبنعطيها تاج من نفس الست ولو انه خايس ما عند غيره اللي هو كريت ريت. هذا فيه انرجي، الثاني ايش فيه؟ انرجي وش فيها؟ الديفنس. نفس الشيء نفس الشيء تاجين، يعني ما ادري ايش 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 اسوي الصراحه. يلا خلينا نطور. يلا لو نروح انرجي وافضل ستات عندنا يعني ما شاء الله كويس. سنبا دمج، دمج حيكون نازل ترى، كرت دمج حيكون نازل مرة للأسف، بس ما شاء الله الانرجي. يا الله بسم الله. اوكي ايش هذا يا عمنا؟ والله دافي حقتي غريبة الصراحة، يعني هنا 23 انرجي وهنا 24 انرجي الصراحة، ما ادري ايش اقول. بس عموما هذا ستات النهائي، ادري انه مو مرة كويس للأمانة، ممكن تقولوا خايس كمان، بس ايش اسوي؟ هذا اللي موجود بعد تفريم فوق الالف رزن. مدري اذا يمديني اعدل شيء الصراحة، ممكن نعطيها من نفس الست. ما عندي شيء، ما توقع عندي وردة او ريشة فيها كرت دامج، ما في. في هذه ممكن اطورها شويتين نشوف تروح كرت دامج كثير، ممكن. ما شاء الله تبارك الله جات ريت. بسم الله يلا يا رب. بسم الله كرت دمج ما شاء الله حلو، يا رب تكمل. اتاك مو غلط، ما نبي الاول واحده كفايه. يا رب كرت دمج، يا رب كرت ريت. راضي راضي ما شاء الله. اوكي جبنا قطعه من تحت الارض ما شاء الله كويسه، هذه من جد قطعه افتخر بيها ما شاء الله الحمد لله. طيب كيف صار الستات؟ 70 بي 67 ما فرق. يا الله مو مشكله مو مشكله، الاتاك حقها زاد. ايش كمان ممكن نغير؟ ما توقع في شيء نقدر نغيره حاليا للأمانة. قطعها اشوف انها صراحة كويسة نوعا ما، مقبولة مو مقبولة والله كويسة. هذه الوردة كويسة، الريشة خرافية، الساعة ممتازة، الكوب خرافي، التاج خايس، التاج مرة خايس ادري، بس ما عندي غيره للأسف. ولكن اقدر اقول انه بهذا الست محترم لدرجة انه يمديني العب بيها بهذا الست. اوكي الست حقها مرة وبيل الامانة لها هي طبعا. خلاص هذا بناها عندي، ريت 70 167 دمج، انرجي 151. السي 1 جبته بالغلطة. يا الله على تاك 2900 بدون الباير رزنز ما شاء الله، ما ادري ايش بواتاكها عالي، اتوقع انه البيس اتاك حقها اعلى بيس اتاك في اللعبه، اعلى من تشاو حتى، عشان كذا اول مره تجي شخصيه اعلى بيس اتاك من تشاو. بس عموما تالنتاتها 8 7 8 8 7 اوكي. فيلا
خلينا نجربها اول تجربه في الابس الخايس اللي مو مصمم لها. ويب انا فكرت فيها وشكلي بحطها تحت، ولكن المصيبه تحت تحتاج شخصيه الكترو. مو مشكله، في شخصيه الكترو هي المضبوط كمان كوكي تكون ممتازه. نحتاج شخصيه جيو ثانيه، خلينا نحط زونغلي. ومين نحط شخصية أخيرة؟ الله ماني داري. متأكدين ما يحتاج إلكترو؟ طيب بلعب بتيمة. طيب هذا بنت وزونغلي وفورينا، أوكي وخلينا نشوف كيف الأوضاع. 3-8-8-7. طيب أول تجربة لنافيا في الأبس مع ارتفكتاتها وسلاحها، خلينا نشوف. لما أنا يعني دا كريه مرة الصراحة، ما أدري إيش أتوقع. ما احنا حاطين شخصية الكترو، بس ان شاء الله الاوضاع تكون كويسة. بيختفي يا اخي على طول. ما كرتت يا ليل، ما كرتت يا ليل، ما كرتت، حرام. 80,000 ما كرتت، تخيلوا 80,000. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، راس صدى. هذا بدون الت فورينا ترى، عشان ما تقول وين فورينا حقتي سي 4 مدري كم تسوي حيتان. هذا بدون التا الدمج اللي شفته، بس مع بف زونغلي وبف بنت. يعني دايم ما شاء الله تبارك الله. اوكي ما شاء الله. اتوقع في ناس جابوا فيها مليون اكيد، لانه حرفيا مرة اوبي. طيب خلينا نشوف هنا كيف الاوضاع. انا مصدوم من اللي قاعد تسويه الصراحة. بهيل شايبنا عشان نجيب البفات كاملة. اوكي جبناها. ما شاء الله تبارك الله. او دام يا اخي، والله دمجها مره عالي يا جماعه. انا ماني مستوعب انه هي البوس المسح بهذه السرعه. ما شاء الله تبارك الله. دقيقه برجع شيك. اوكي هذا هو السكيل، 200,000. قاعد ينضرب نورمال، طلقات ما جمعت. هنا ثاني سكيل 176,000، سكيل الثالث 150. والله ما شاء الله دمجها مره قوي، ما شاء الله مرة قوي. تمام. طيب آخر تشامبر نشيك. عجبني زونغلي ما شاء الله، فجأة يشطح دمج عالي. تلتمية وستة وعشرين ألف ما شاء الله تبارك الله. الله دمجها يا اخي، دمجها دمجها يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. الروتيشن فيها حلو كمان، ما كرتت. دايم يا عمنا ما شاء الله تبارك الله. دايم والله، الله شخصيه او بي الصراحه، ما شاء الله او بي. هذا وانا باقي يعني ارتفكتاتي للامانه مو افضل شيء، للامانه مو افضل شيء استاذ. يعني الدمج نازل شويتين بس الريت كويس، والاتاك ما شاء الله مره عالي الحمد لله مع سلاحها وفلست حقها سي زيرو طبعا وتالنت 8-8-7. للامانه مبدئيا شخصيه مره اسطوريه، اشوف انها بقوه ليني صراحه. ما توقعت في شخصيات تجي بقوه ليني بدي سهوله، بس والله اشوفها في قوة ليني بالراحة، تعدت رزلي كمان على السي زيرو بالراحة. واذا انتم مهتمين بشحن الكريستالات، متجر تويكس ارخص متجر في السوق يوفر لكم شحن لعبة جنجن امباكت وهونكاي ستار ريل. لا تنسوا تشيكوا عليهم، تستخدموا كود خصم هاني عشان تجيكم خصومات. طبعا غير كذا فتحنا خاصية الانتساب، خاصية الانتساب غير اجبارية، واللي حاب يدعمني اكثر يمدي ينتسب. وعندكم 4 فئات للمنتسبين. شكرا لكل اللي اتخذوا خطوة المنتسبين الزيادة باي فئة، ما تدروا قد كيف انتم تساعدوني من ناحية جودة القناة. الله يسعدكم يا رب، والله لا يحرمني منكم. شكرا لكل المنتسبين. المهم هنا كنت هنا من مقطع رحلة نافية، إن شاء الله يكون عجبكم المقطع، وإن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا.
كان معكم أخوكم هاني، شكرا على خير إن شاء الله في أقرب وقت يا جماعة، وفي أمان الله.